انتهت الموضوع. راح نساله حاج خليل، انت بعثت لي لجنه برلمانيه الملف المخالفات الماليه وبعثت لي الوزير، شنو اللي صار؟ كل شيء ما صار من 18/1/2021 الى اليوم، احنا اليوم 15/2/2021 كل شيء ما صار، ولا احد قال لي يا شنو الموضوع. انا ما طالب شيء، انا طالب حقي، طالب تشكيل لجنه تدقيق اضابير مجموعه شركات البنيه اللي هي 20 شركه ومدروجه اسمائها ومدروجه كل المخالفات اللي بها سرقات اكثر من عشرات المليارات الدنانير استاذ. طيب طيب، اكو من ضمن الورقه اللي انت راسلها التحفظ على الاضابير وملفات الشركات العائده لمجموعه البنيه، هاي شلون حجي؟ استاذ لان المدراء المفوضين للاسف اقول محضر هيئه عامه سنه 2002 2002 يختمون هي 2020 ويمشون عليه يستوردون مواد اوليه ومواد تغليفي كل المعامل. كتاب يصدر بالضبط تاريخ 18/1/2021، الكتاب اللي جاي منها من 13/2/2020 يعني بالضبط 10 اشهر و3 ايام. طيب نايم بدائره مسجل الشركات، شو يسوي؟ يعني هل هو من اصحاب الكهف؟ والله ما منو يضمه، منو يضمه حاج، منو يضمه؟ والله زواغير مسجل شركات هوايه. زين، حسب المساومه بالدفع استاذ. يضموه حسب المساومه بالدفع، هاي وحده. اثنين والاهم من هاي كلها، من طالب اني تحفظ على اضابير، لان الاضابير ممكن تنسرق، ممكن تنحرق، ممكن تنسحب منها او تضاف الى اوراق او مستندات هي في غير موقعها، هيش خليها. فاني ما طالب شيء يا اخي. 20 شركه هاي نماذج من اصل 60 شركه. طيب ضموها، طالب لجنه عدا بها شرط، ما اقبل اي لجنه تصير برئاسه مجاهد العفان. لان هو ديراوغ للاسف. انا قعدت وياه شخصيا قبل يوم من ما اكتب هذا الكتاب بالتحديد. ايش قال لك؟ ايش قال لك حجي؟ 21 يقول لي ليش ما تقدمون تطلبون من القضاء حارس قضائي؟ قلت له والله حلو هاي، خوش لبوقه طلعت لي بها يا استاذ. يعني معناها 21 حارس قضائي ياخذ، والحارس القضائي يجي شهر، يجي اسبوعين ويقول الله وياكم ماكو شيء. انا طالب شيء منطقي يا اخي، انا مساهم ان شاء الله عندي نص بالمئه مو 1%، طالب عده اشياء بالتسلسل. اي تفضل. تحفظ على ملفات الشركات العائده للهاي 20 شركه كلها. طيب طالب لجنه من 5 اعضاء من نفس الدائره وزاره التجاره، من الدائره القانونيه، واتمنى اذا السيده رئيسه الدائره القانونيه شخصيا، لان انا اثق بها ثقه عمياء، دائره الرقابه التجاريه، الدائره الاداريه، الاستاذ رشاد شخصيا عينه للاسف جابونا شهر بس بدينا، يقول يا الله بسم الله بدات تصوب الامور واخذوه. معاون مسجل الشركات ومدير الشركات محدوده المسؤوليه، لان يعرف كل تفاصيل مخالفات الشركه. طيب اثنين، عدم قبول عقد اي اجتماع الى بعد اتخاذ قرار اللجنه، ما طالب شيء، انتظروا يعني ما راح تنقلب الدنيا. صار له من 2002 الى اليوم، هو اللي يعني بالضبط صار 19 سنه ما عقد اجتماع. زين يعني ليش على ليش تريد عدم اعتماد جميع الوكالات الصادره من خارج العراق؟ لأن كلها مزور توقيع الضريبة، ختم الضريبة مزور، هاي مثبت في مركز مكافحة إجرام المنصور.